الملف لم يكن هناك أي جديد، الملف تكرر تأخيره كما هو متعارف على أن المتهم الوضعية الصحية لا تسمح له بالتواصل مع المحكمة، فكان القاضي لزاما عليه أن يقرر التأخير لهذه الغاية لجلسة 12/7/2022، خاصة أن الملف يتضمن مجموعة من الوثائق ومجموعة من المعطيات التي يجب توجيهها للمتهم لإجراء مواجهة، وبالتالي حتى الإمكانية ديال إجراء جلسة عن بعد هي غير ممكنة، لأن المواجهة يجب أن تكون بين المتهم وباقي الأطراف، المتهمين وباقي الأطراف. المحاكمة عن بعد لا توفر الضمانات، وهي جاءت لفترة معينة تتعلق بحالة كورونا. الآن ما كاينش هذا الوضع هذا، والقانون عطى الحق لأي متهم عنده رغبة يمتثل أمام المحكمة كيمكن النيابة العامة تحضره، وبالتالي حنا الحضور ديالو خصو يكون إلزامي. الصراحة المؤقت قدمنا به كما ينصو عليه القانون كيبقى كامل الصلاحية للمحكمة في تمكين المتهمين بالصراحة المؤقت من عدمه.